بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، سمعنا عن انتشار الرافضة في بعض بلدان أوروبا، ولذا أقول أيها الإخوة إنه يجب علينا أولا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن نكثف أمر الدعوة إلى الله جل وعلا بين المسلمين، وعلينا أيضا رعاكم الله أن ننشر الوعي بين أفراد مجتمعنا الإسلامي بخطر هؤلاء الرافضة، خطرهم علينا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا وعلى جميع أفراد المسلمين عموما. إنه من الواجب علينا أن نقوم بهذا، كل بحسبه وباستطاعته وبقدرته، منا من يحذر منهم عن طريق الخطبة أو عن طريق الدرس أو عن طريق الكلمة أو عن طريق المحاضرة في الإنترنت أو عن طريق الكتابة أيضا في الإنترنت وغير ذلك من الأمور. وثمة واجبات على كل واحد منا أيها الإخوة في التحذير من أمثال هؤلاء وصد شرهم وعدوانهم على المسلمين، وذلك بأمور منها ألا نتابع قنواتهم الفضائية ونحذفها إطلاقا من الأجهزة التي تبث مثل هذه القنوات، بالإضافة إلى الحذر منهم وبرامجهم التي وجهوها للجميع كبارا وصغارا، حتى الأطفال وأفلام الكرتون التي يشاهدها أطفالنا غزوهم في مثل هذه الأمور. ونحن أيضا خصوصا من يحمل الهواتف الذكية ينبغي عليه أن يحذف التطبيقات التي دخل بها الرافضة على المسلمين، حتى للكتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم جعلوا تطبيقات فحذفوا وحرفوا وبدلوا في مثل هذه التطبيقات التي في ظاهرها أنها للإسلام وتخدم الأهل الإسلام والمسلمين، ولكن في حقيقتها طعن في توحيد الله جل وعلا وطعن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى التطبيقات عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين وعن الصحابة وعن التاريخ وكتب أهل العلم دخلوا منها علينا عبر هذه الوسائل والأجهزة، فينبغي أيها الإخوة أن نحذر منهم وأن نحذر أيضا منهم من يجهل عن أولئك القوم وما تنطوي عليه عقيدتهم من الشر والفساد والكيد لأهل الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم.